السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده الذكاء الصناعي بيقدر إن هو يسهل لك كتابة المحتوى، مثلا لو أنت عايز تعمل تويتر، لو أنت عايز تعمل حاجة في فيسبوك، انستجرام، يوتيوب، كل الكلام دوت. تمام، مجرد إن أنت تدوس على الحاجة اللي أنت عايزها وتقول له الفيديو ده بيتكلم عن إيه، هو يبدأ يعمل لك كرييت للكونتنت. يعني مثلا ده هيتكلم مثلا عن الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي في الفن والعلم وكتابة المحتوى، تمام، وتقول له create content. فكتب لك المحتوى اهوت، تمام، بحيث ان انت تقدر تاخده وتحطه في قلب الوصف بتاع الفيديو بتاعك. ده مجرد مثال بسيط، لكن هتلاقي حاجات كتيره في الفيسبوك، في الامازون، في كل حاجه مسهله ليك ان انت بس ايه تكتب الفكره. تمام، يعني خلينا نجرب مثال تاني. مثلا هتعمل تويتر عن الذكاء الاصطناعي برضو، تكوين الصور، وتقول له create content. فهتلاقيه كون حاجات كتير قوي، يعني تقدر تعمل تويتات كتيرة زي ما انت عايز، بس ما تعملش شير وخلاص، اقراها وشوف هل فعلا هي مناسبة ليك ولا لا.